فهي بقى حصل لها شوك، فكانت هتقول لي خلاص احنا نسيب بعض. قلت لها خلاص بقى مش ههزر كده تاني. اهلا واضح، معاكم داود حسين. الأسئلة دي بتخليني أنا أرجع يعني باك قوي. طفولتي أكتر ذكرى العلقة اللي أخدتها، لما كنت صغير وكنت عايز أعمل يعني مقلب، وجبت شوية شربات ولون أحمر ورميته، قلت لهم أنا خبطتني عربية، فلما خافوا عليا ضحكت بقى. بعديها بعشر دقايق لا بقيت اعيط بقى، لانه ضربت ضرب يعني ما حصلش. كنا مخطوبين انا ومراتي، فكنا قاعدين في ريستوران، فلسه فتره خطوبه، فقلت لها روحي، قالت لي انا عايزه اروح اغسل ايدي ومش عارف ايه بعد ما اتعشينا. فهي راحت، قلت انا شلت كل الشوك والسكاكين والمملحه والحاجات دي وحطيتها في شنطتها. قبل ما نخرج الراجل قال لنا اهلا وسهلا، قلت له معلش يا استاذ انا عايز اعترف بحاجه. قال لي ايه؟ قلت له انا مراتي معاها، خطيبتي معاها داء السرقه، فاحنا اسفين انه الشوك دي والسكاكين دي احنا خدناها اهو بنرجعها. فهي بقى حصل لها شوك، فكانت هتقول لي خلاص احنا نسيب بعض. قلت لها خلاص بقى مش ههزر كده تاني. دي كانت لحظة جنون مني. في بداياتي لما ساعدت أبويا، لما كان أبويا محتاج إن أنا أقف معاه، فتركت التمثيل علشان أشتغل عشان أساعده. ده كان بالنسبة لي صعب جدا، لأني كنت بعمل حاجة أنا ما بحبهاش. يعني شغل هارد وورك. مش ليا هارد وورك، يعني صبي ميكانيكي. طب ازاي انا ممثل يعني، او عامل في محل ببيع بنطلونات وببيع تيشيرتات وببيع حاجات، طب ليه يعني؟ فكنت بروح الشغل وانا عكس ما كنت بروح امثل بقى. لو اشوف اخت مثلا محجبه، حصلت معايا ان انا مديت ايدي قالت لي لا انا ما بسلمش. فمن يومها اي اخت محجبه بحترمها، وكل حاجه لما بشوفها بقول لها بعمل لها كده علشان انا اشيل عن نفسي الحرج واشيل عنها الحرج. اسوأ كذبه كذبتها في حياتي، بعد بداياتي، بعد ما اشتغلنا بقى، بقوا كتير بقى معجبات ويكلموا في البيت ويتصلوا مش عارف ايه ومش عارف ايه وده. وبعدين طبعا ده ضايق مراتي، ضايقت هي شويه وقالت لي طب وبعدين مش عارف ايه. قلت لها خلاص انا حسيب التمثيل. هو اسبوع بس وبعد كده رجعت، جاني عقد ومضيت. قلت لها خلاص عايزين نعيش. أسعد يوم في حياتي لما اتولد ابني الأول ولما اتولد ابني الثاني. طبعاً أنا بالنسبة لي الابن الأول ده ضنا، فالحمد لله. وقتها أنا كنت في القاهرة وهو كان في دبي، فلما كلموني في التليفون قالوا لي جالك ولد، أنا من فرحتي صرخت صرخة. الراجل اللي كان بيتكلم في التليفون جنبي رمس السماعة وجري، حسب إنه في حاجة. شكراً واضح، داود حسين.